مساء الخير على حضراتكم، بنرحب بكم في هذا اللايف، ويعني من هنا من مسجد يعني النيل بمنطقة العجوزة، ويعني كان من المفترض أن تؤدى صلاة الجنازة الآن على الفنان حسين مصطفى فهمي، شقيق الفنان حسين فهمي، واللي طبعا يعني بدأت المصلين في الخروج من المسجد ولم تؤدى صلاة الجنازة على الفنان مصطفى فهمي بسبب شقيقه اللي قرر ان هو يعني يأخذ جسد شقيقه دون ان تؤدى صلاة الجنازة على شقيقه داخل المسجد، وقرر ان هو يصلي صلاة الجنازة على شقيقه منفردا ويغادر محيط مسجد النيل بمنطقة العجوزة. يعني بنتابع مع حضراتكم تفاصيل ما حدث. يعني الفنان حسين فهمي رفض يعني أن تؤدى صلاة الجنازة على شقيقه عقب صلاة الظهر، وقرر أن يغادر محيط منطقة هذا المسجد بعد طبعا يعني أن صلى صلاة الجنازة على شقيقه منفردا في مسجد النيل بمنطقة العجوزة. يعني كان من المفترض أن تؤدى صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، لكن قرر الفنان حسين فهمي أن يغادر محيط المسجد ويؤدي صلاة الجنازة على شقيقه منفردا بسبب ارتباطه بمهرجان الجونة. وطبعا يعني ده على لسان أحد المقربين، والفنان حسين فهمي يعني زي ما انتم شايفين المصلين بيغادروا محيط المسجد دون أن تقام صلاة الجنازة على الفنان حسين فهمي اللي قرر شقيقه أن يصطحب جسد شقيقه قبل صلاة الظهر ويؤدي صلاة الجنازة منفردا على الراحل الفنان مصطفى فهمي في موقف غريب وعجيب، ولم ينتظر حتى أن يرفع أذان الظهر وتصلى الجنازة عقب صلاة الظهر في حدث لأول مرة يحدث. يعني ورفض الفنان حسين فهمي أن تؤدى صلاة الجنازة. يعني كلنا تابعنا يعني الحادث، يعني استيقظنا صباح اليوم على حادث يعني او على الخبر الأليم، وهو وفاة الفنان مصطفى فهمي، لكن تبدل الأمر ويعني قرر الفنان حسين فهمي ان هو يصل الى المسجد قبل أذان الظهر بساعة، ودخل المسجد وأدى صلاة الجنازة على شقيقه منفردا دون أن يحضر أحد من عموم المصلين. وكذلك استغربت أفراد الأسرة ما حدث من الفنان حسين فهمي اللي رفض الانتظار حتى تصلى صلاة الظهر وتؤدى صلاة الجنازة على شقيقه داخل مسجد النيل بمنطقة العجوزة. يعني وقرر ان هو يتجه بالجثمان وجسد شقيقه لدفنه في مقابر العائلة بمدينة السادس من اكتوبر. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت. طبعا تفاصيل ما حدث وتفاصيل ما حدث هو وصول جسد الفنان مصطفى فهمي لمسجد النيل، وكان من المتوقع أن تؤدى صلاة الجنازة يعني عقب صلاة الظهر، لكن الفنان مصطفى حسين فهمي قرر أن هو يصلي على شقيقه منفردا ويغادر بسبب ارتباطه بمهرجان الجونة.
يعني ربنا يرحمه ويصبره ويصبر الأسرة. طبعا الفنان حسين فهمي بيرتبط بعدة ندوات في مهرجان الجونة، وهو كان متواجد في مهرجان الجونة وعاد إلى القاهرة بسبب يعني وفاة شقيقه، وطبعا لدفنه في مقابر العائلة. ما حدث تحديدا كان موقف غريب وعجيب، أن وصول الفنان مصطفى فهمي لهذا المسجد لا أنا ماشي ورفض إن هو يعني يؤدي صلاة الجنازة على شقيقه وبسبب ارتباطه بمهرجان الجونة، وفقا لما يعني أكده أحد أفراد الأسرة، ورفض الانتظار يعني حتى صلاة الظهر حيث تؤدى صلاة الجنازة كما هو المعتاد وكما هو المعروف، يعني أو كان من المفترض أن يحدث أن تؤدى صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر وفقا لما كان سيتم. لكن الفنان حسين فهمي قرر أن هو يصطحب جسد شقيقه قبل أذان الظهر ويغادر محيط بهذا المسجد، ويعني يتجه إلى مدافن الأسرة ومدافن العائلة بمنطقة يعني المهندس بمنطقة السادس من أكتوبر. وأكد عدد من أفراد الأسرة أن الأسباب والدوافع اللي دفعت الفنان حسين فهمي أن هو يؤدي صلاة الجنازة على شقيقه منفردا ويغادر قبل صلاة الظهر قبل أن تؤدى صلاة الجنازة هو بسبب ارتباطه وانشغاله بمهرجان الجونة، ويعني سيعود إلى مهرجان الجونة حيث استكمال الفعاليات الخاصة بمهرجان الجونة. يعني موقف غريب وعجيب بيحدث من الفنان مصطفى فهمي، والأحدث استياء كبير من يعني كل من حضر وأدى صلاة الجنازة على لم يؤد يعني اللي أدى صلاة الجنازة هو الفنان مصطفى فهمي واثنين من عمال المسجد، ورفض الفنان مصطفى فهمي حسين فهمي الانتظار حتى يعني يصل عموم الناس والمصلين اللي بيتوافدوا على مسجد النيل، واللي بالفعل في ناس جت عشان تؤدي صلاة الجنازة على الفنان مصطفى فهمي، لكن تفاجئوا بمغادرة الجسد واصطحاب الفنان مصطفى حسين فهمي لجسد شقيقه قبل أذان الظهر في موقف مغاير وعجيب، والكل استغرب من هذا الموقف. وبسبب ارتباطه بمهرجان الجونة قرر ان هو يؤدي صلاة الجنازة على شقيقه منفردا دون ان يحضر عموم المصلين، وطبعا الكل استغرب ايه هي الدوافع والاسباب. لكن مصدر من الأسرة اكد ان الفنان حسين فهمي بعد دفن شقيقه سيغادر إلى مدينة الغردقة حيث يستكمل فعاليات مهرجان الجونة المقام في مدينة الغردقة، يعني خاصة إن هو كان متواجد قبل وفاة شقيقه وأثناء تواجد شقيقه في العمليات، يعني وكان بيجري عملية جراحية خطيرة هي إجراء عملية استئصال ورم في المخ، وكان متواجد في المستشفى منذ عدة أيام، وكان شقيقه حسين فهمي متواجد في الجونة ويعني بيحضر فعاليات مهرجان الجونة، ليتفاجأ الفنان حسين فهمي بوفاة شقيقه مصطفى عبر وسائل الإعلام، ويعني غادر مدينة الجونة ووصل إلى القاهرة صباح اليوم
لدفن شقيقه مصطفى فهمي إلى رحمة الله تعالى. ومن ثم يعني لم تؤدى صلاة الجنازة على الفنان يعني مصطفى فهمي، ويستعد الفنان حسين فهمي لمغادرة يعني القاهرة والعودة إلى فعاليات مهرجان الدول. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، وخالص البقاء، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح الجنة. شكرا لحضراتكم.